السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات اليوم إن شاء الله غادي نعملوا واحد الحرشة معروفة ومشهورة في المغرب اللي كنعملوها. كنحتاجوا نص كيلو ديال السميدة، السميدة الرقيقة، دقيق الفرخة، نص كيلو يعني 205 يعني 500 غرام ديال السميدة. كنحتاجوا الخميرة ديال الحلوة معلقة صغيرة، كنحتاجوا الملح حسب الذوق، كنحتاجوا شوية ديال السكر معلقة صغيرة، وكنحتاجو هاد السميده فاش غادي نقرصو، وكنحتاجو نص كاس ديال الزبده مذوبه. غادي نخلطو هاد المكونات بعد ان شاء الله وغادي نتلاقاو. بسم الله غادي نعملو الزبده ونخلطوها. خلطنا الزيت مع السميده حتى ترملات، كنضيفو باقي المكونات يعني السكر مع الخميره والملح، وكنخلطوا هاد المكونات مع بعضها مزيان. من بعد كنضيفوا الماء حتى يعني تجمع لينا الحرشه ديالنا بعد ان شاء الله ونطلقوا. دابا ناخذوا الماء، والماء على حسب الخليط، حنا كنضيفوا الماء وحنا كنخلطوا حتى يعني حتى كيشرب الخليط مع السميده، راه كتشرب الماء يعني هي كتكون شويه جاريه. كنبقاو نخلطو حتى كنحصلو عليها على هذا الشكل. هذا العجينه ديالنا بعد ما سليناها كنحصلو عليها على هذا الشكل، وكنخليوها كترتاح واحد 5 دقائق بعد ما تشرب. من بعد ان شاء الله كناخذو المقله، المقله كتكون مدهونه بالزيت وكتكون مرشوشه بالسميده، وكنعملوها فوق البوطه من بعد ان شاء الله ونتلاقاو مع الخبز ديالنا. بعد ما خلينا الحرشه ديالنا كترتاح واحد شويه، كناخذو المقله كتكون بارده وكنخبزوها فيها حتى كتاخد الفورمه ديال يعني ديال المقله. ومن بعد كنشعلوا المقله، كنشعلوا يعني البوطه وكنخبزوها من بعد حتى كتشد راسها ونقلبوها. الحرشه ديالنا حنا خبزناها، دابا غنشعلوا البوطه وغادي نخليوها حتى تطيب، ومره مره نحركوا المقله من الجنب حتى يعني تنضج من التحت. من بعد ان شاء الله وناخذوها ونقلبوها بعد ان شاء الله وتشوفوا الشكل النهائي ديالها في الاخر كي كتجي. الحرشه ديالنا حنا كنخبزوها دابا في البوطه، وكنعملوا الفوق كنعملوا السميده كنرشوا عليها من الفوق. من بعد دابا راه كطيب، بعد ان شاء الله حتى تنضج، من بعد ان شاء الله ونبداو مره مره نحركوا المقله باش يعني تحمر من التحت بعد ان شاء الله ونطلق. الحرشه ديالنا من بعد ما شدت راسها كنشدوها كنقلبوها ونخليوها حتى تحمر من بعد ان شاء الله. وبقاو الا كنتو شتوها يعني كدير يعني فقاعات كتوركوا عليها باش كتهبط. من بعد ان شاء الله غنتلاقاو بالشكل النهائي ديالها في الاخر حتى تطيب، وتشوفوا الشكل النهائي ديالها في الاخر كي كتجي.